احنا معانا طيب احنا معانا تليفون ولا نقول اس ام معانا، اس؟ قولي اس ام اس وبعدين ناخد اه تليفون. عشان معانا اس ام اس كتير قوي. في رقم اخره 25: صباح الخير، انا بحب واحده وانفصلنا وحلمت ان هي جات لي ندهت عليا وانا مع اصحابي، رحت لها قالت لي فسحني. قالت له كده في الحلم فسحني، يعني شوفي البنت ما بتتغيرش في الحلم، في الحقيقه فسحني. وكانت زعلانه. بعدين مشينا كتير ودخلنا سوبر ماركت وجبنا حاجات كتير جدا. لو هو نايم مش بيفكر فيها ومش على باله، لان احلام الحب دي لازم تقفي عندها شويه، ده معناه ان هي اللي بتفكر ان هم يرجعوا لبعض، وهيبقى لهم فعلا رجوع مع بعض وهو موجود في حياتها عشان يتمشوا شويه هي مع بعض اللي في الطريق. بتفكر في هو يحلم بيها. اه لكن لو هو نايم بيفكر فيها يبقى هو هيصالحها، او هيبقى في بينهم وبينه صلح، بس المبادره من عنده هو، وبرضه هيبقوا متواجدين في الحياه مع بعض، لان الحلم بيقول ان في ليهم رجعه مره تانية. اوكي طب ناخد